السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال تالتة إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان رقم 2 من امتحانات الوحدة الأولى من كتاب المراجعة وكتاب الامتحانات. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1 أمام خريطة للأمريكتين، اكتب مدلول الأرقام الآتية. رقم 1 على الخريطة بيشير إلى البحر الكاريبي. رقم 2 هضبة باتاجونيا. رقم 3 غابات مخروطية. رقم 4 جبال روكي. رقم 5 مسطح مائي هو المحيط الهادي. مسطح مائي، هقول المحيط الهادي. السؤال رقم ب، اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. رقم 1 تقترب قارة افريقيا من قارة اوروبا عند مضيق جبل طارق وليس اي مضيق هرمز. يبقى بتقترب افريقيا من اوروبا عند مضيق جبل طارق، يبقى هقول الاجابة خطأ. رقم 2 تتنوع اشكال السطح بجميع قارات العالم وان اختلفت في الامتداد والارتفاع، الاجابة صحيحة. رقم 3 تنمو اشجار جوز الهند اعتمادا على غزارة الامطار خلال فصل الصيف، الاجابة صحيحة. رقم 4 يصب نهر الراين في البحر الاسود، الاجابة خطأ. نهر الراين بيصب حبايبي فين؟ في بحر الشمال. نهر الراين بيصب في بحر الشمال. دلل جغرافيا على صحة كل عبارة من ما يأتي، توجد دول جذرية في قارة آسيا وأفريقيا. حيث توجد في قارة أفريقيا جزيرة مدغشقر وجزر القمر، وتوجد في قارة آسيا جزر اليابان وجزر الفلبين. رقم 2 دلل يختلف إقليم مناخ البحر المتوسط وإقليم المناخ الصيني رغم امتدادهم في دوائر عرضية واحدة. حيث يقع الإقليم الصيني في شرق القارات بينما يقع إقليم البحر المتوسط غرب معظم القارات. رقم 2 الإقليم الصيني ممطر طوال العام وتزداد الأمطار صيفا بينما إقليم البحر المتوسط ممطر شتاء. تنمو في إقليم المناخ الصيني غابات الإقليم الصيني ومن أهم أشجارها البلوط والصفصاف، بينما تنمو في إقليم مناخ البحر المتوسط غابات البحر المتوسط ومن أهم أشجارها الزيتون. السؤال رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. يمتد يابس قارة أمريكا الشمالية إلى الشرق من أمريكا الشمالية؟ بتمتد شرق إيه حبايبي؟ شرق المحيط الهادي. رقم 2 يختلف نهر نقط في الاتجاه تبعا لانحدار السطح، نهر ايه؟ نهر ينسي، هو بيختلف في الاتجاه تبعا لانحدار السطح. الامتداد الفلكي لقارة استراليا حرمها من نمو اشجار، ايه هي الاشجار اللي مش بتنمو في قارة اسيا؟ سوري، قارة استراليا، هي اشجار الزين. الامتداد الفلكي لقارة استراليا حرمها من نمو اشجار الزين. رقم 4 الظاهرة الجغرافية التي تقترب من نقطة تقاطع دائرة الاستواء مع خط جرينتش هي مين؟ هي خليج غينيا. تقترب نقطة تقاطع دائرة الاستواء مع خط جرينتش يبقى خليج غينيا. ب أصبحت التغيرات المناخية أشد خطورة من الحروب على كوكب الأرض، ويرجع ذلك لتأثير العوامل البشرية بعد ما كان المناخ يخضع لتأثير الطبيعة فقط. في ضوء العبارة السابقة أجب عن الآتي، ما النتائج المترتبة على ذوبان الجليد في إقليم التندرة بالنسبة للحياة النباتية؟ هقول أدى ذلك إلى نمو الطحالب، أدى ذلك إلى نمو الطحالب. رقم 2 دلل على صحة العبارة تشابه إقليم المناخ المداري وإقليم المناخ الموسمي في بعض الخصائص. رقم 1 حيث ينتمي كل منهما إلى الأقاليم الحارة. رقم 2 يتشابهان في الخصائص المناخية في الصيف الحار الممطر والشتاء الجاف. رقم 3 يتشابهان في الخصائص النباتية في نمو حشائش السافانا. رقم 3 ما رأيك في دور مصر لمواجهة التغيرات المناخية؟
تقوم مصر بدور عظيم لمواجهة هذه المشكلة البيئية التي يواجهها العالم، فعقدت مؤتمر قمة المناخ والتوعية المجتمعية. السؤال رقم جيم، صنف الظاهرات الجغرافية ليه حسب نوعها وفي أي القارات؟ يعني عايزني أصنف الظاهرة دي ايه، وعايزني أقول هي موجودة في قارة ايه. أول حاجة الميزيتا، الميزيتا طبعا دي هضبة، هضبة الميزيتا وموجودة في قارة أوروبا. بعد كده سانت لورانس، سانت لورانس ده نهر وموجود فين؟ في أمريكا الشمالية، في قارة أمريكا الشمالية. بعد كده جاوة، جاوة دي جزيرة، جزيرة جاوة وموجودة فين؟ في قارة آسيا. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلتنا النهاردة. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس كله عشان يوصلك كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.